كريس حبين عبدالين ودي جي صاحب الجزيل في بخص الهبات هذه باذن السيد رئيس الجمهوريه بالتنسيق مع السيد وزير الصحه والسيد وزير الشؤون الاجتماعيه والسيد رئيس التضامن، انه تم هبه يعني من دوله صديقه ويعني دوله صديقه في تتمثل في سره كهربائيه والعدد الجملي 33 سرير، وباش يقع توزيعها على الجهات الصحيه بالقصيم، وكذلك معدات يعني وسائل الوقايه للحمايه من فيروس كوفيد 19 لاستعمالها لا قدر الله في صوره ما رجوع جائحه يعني موجه اخرى او سلاله جديده. ومشكورين على المساعدات اللي مداها لولايه القصيم، وان شاء الله ربي يحمي البلاد.